باغيين تنتجوا انطلاقا من داك الفيديوهات شنو كتسوقوا؟ فيديوهات تافهة. لو كان كانت غير كتعطي شي معلومات إضافية، لو كان كانت كتعطي شي إضافات نوعية للتلميذ للتلميذة للوليدات للعائلات، حنا ولينا كنحشمو ندخلوا اليوتيوب على غرار من اللي كتدخل اليوتيوبرز وبلوغرز على المستويات ديال مدن أخرى أو دول أخرى. وكاينين الناس اللي كنحترموهم كيسوقوا شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي عندها واحد عندها واحد الذوق، اذا منتوج كيعطيوه للمشاهد زوين. ولكن هادو انا استغربت الامر ديالهم، واش ولا اللحم ديالهم رخيص؟ واش ولا الجسد ديالهم رخيص؟ ولا الفقر هو اللي كيؤدي بهم لهذه المسائل؟ وحتى وان كان الفقر راه كاينه كرامه وكاين شرف، او ما بقات كرامه ما بقى شرف. شو ها واحد النوعيه ديال الفيديوهات اللي كتير الشمئزاز ديالنا حنا كذكور، فما بالك يعني بالصوره ديال الانثى اليوم؟ كيسوقوا واحد الصوره على الانثى وعلى المراه المغربيه قاتمه، صوره قاتمه. اي واحد يدخل الروتين اليومي او اي واحد يدخل انه يشوف اليوتيوب وشنو كينشروا هاد العيالات وهاد البنات في اليوتيوب، غادي يجمع كل شيء في سله واحده. وانتم كتعرفوا فعلا استاذ الكبت والجهل كيلعب دور كبير، زائد الفقر. اذا احنا كنتسناو الاراء ديالكم في هذا الموضوع، لان انا ملي شفت داكشي ما بقاليش شي، ما بقاتليش شي اليه ديال التحليل. حنا كنا كنعرفوا ان الدعاره هي اقدم مهنه في التاريخ، وكاينه دعاره مقننه، ولكن هادشي ديال الدعاره الالكترونيه باش بنت تواصل مع واحد في دولة معينة ويبدا يصيفط ليها الفلوس الملايين، اش داك لهذا الشيء؟ راه هذا هو السؤال المطروح. علاش كيديروا في راسهم هاد المسائل؟ علاش كيديروا في راسهم هاد الشيء؟ سواء في الامارات، سواء في السعوديه، سواء في اوروبا، في فين ما مشيتي، وهادشي تفضح مع مرور الوقت. كيوليو يبتزوهم به، كيوليو هما ينشروا داك الفيديوهات، وكتولي البنت المغربيه محط نقاش، وراه كانت كتمارس معاه عبر طريقه الانستغرام او الواتساب او الميسنجر. ماشي حشومه انكم تشوهوا بالشيء اللي هما بنات الناس اللي خدامين في جل القطاعات وكيطالبوا بالمساواة والمناصفة، وعندهم المرأة المغربية ويدافعوا عليها، وانتم كتشوهوا. إذن اش من نقاش غادي نناقشوه في هذا الاتجاه؟ واش وصلت بهم الوقاحه لهاد المستويات؟ هذا نتاج ديال المجتمع ما عنده تعليم، ما عنده صحه، ما عنده حتى حاجه، وحنا كنشوفوه اليوم.
احنا كنشوفوه اليوم. الاجيال ديالنا كي غتكون الاجيال ديالنا المستقبليه كيفاش بغيتيونا نشوفوها؟ الجيل اللي طالع دابا حاليا هو الجيل ديال تيك توك. كتلقى بنيته صغيره عندها 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين كدير فيديوهات واستسمح فيديوهات وكتدمج معاهم الموسيقى وكتلوحهم على اساس المشاهدات. واش ولينا بالمؤخرة ديالنا وبالنهدين ديالنا كنسعاو وكنزوقو وكنطلبو وكنرغبو باش يكونوا مشاهدات، باش نحصدوا ملايين ديال المشاهدات؟ واش شدينا الهاتف الذكي او التقنية او التكنولوجيا الحديثة شديناها بالمقلوب؟ واش الناس كتدخل الجوجل ايرث باش تشوف الوجهة والجي بي اس والاتجاهات وتشوف الجغرافيا، وكاين اللي كيدخل باش يتقف راسو في مواقع ثقافية، وحنا مشينا في هذا الاتجاه ديال التعارف الجنس؟ كتبغي توصلي واحد الرسالة ديال انا راه ماشي غادي نوريكم كيفاش كنغسل الزربية، ولكن كيفاش دايرة انا في الشكل ديالي. وراه الا لا، نحن المرأة لا نقيمها بالجسد ديالها، تكون كبيرة ولا صغيرة، عندها لطاي ولا ما عندهاش، سمراء ولا بيضاء ولا زعراء ولا عينيها زرق ولا عينيها خضر ولا عندها لطاي. راه المرأة ماشي شيء، راه المرأة كيان مجتمعي الشريفة. المرأة راه إنسان، المرأة راه فكر، راه جوهر. المرأة راه ذات كتسعى حتى هي للتحرر، كتسعى حتى هي لانها تغير الوضعيه ديالها، ولكن ماشي رساله وفقط، اللي هي رساله ديال حيدوا هاد التفاهات ونقصوا من هاد الوسخ ومن هاد الزبل، لان دمرتيو العائلات، شردتيو العائلات. شحال من واحد اليوم وشحال من اسره اليوم تخربات بسبب اليوتيوب، شحال من اسره اليوم تخربات بسبب هاد الفيديوهات ديال التيك توك، شحال من اسره اليوم بناتها مشاو كيمتهنوا الدعاره، شحال من اسره اليوم العش ديالها تفرتك بسبب هاد التليفونات. يا ريت كون كنا يا ريت كون كنا حنا كنعرفوا نخدموا التقنيه، كنعرفوا نخدموا الوسائل ديال التكنولوجيا من قبيل هاد الهواتف الذكية وهاد لي بي سي بورطابل. ولكن للأسف أنه اللي كيدخل على أساس التعارف، واللي كيدخل على أساس أنه يمشي للناحية ديال الجنس والممارسة ديال الجنس إلكترونيا عبر الواتساب ولا الميسنجير. الرسالة ديالي خصكم شوية تحشموا على عرضكم، لأن المؤسسة الأسرة كتعيش واحد الانحلال وواحد التفسخ. المؤسسات ديال التعليم، حنا كنعرفوا الوضع ديالنا ديال التعليم في المغرب للأسف. إذا تبعوا ولادكم، تبعوا وليداتكم، والله هذه هاد الامهات اللي كيعطيو واحد القدوه لهاد المجتمع، وكنشوفوا حنا الوجه ديالهم. حنا ربما كنعرفوا بانه المراه المغربيه ماشي ديال هاد الشيء، المراه المغربيه حنا كنعرفوها انسانه مكافحه كبيره، وكتكافح مع الزوج ديالها اذا كانت مزوجه، او الا كانت عازبه كتقلب انها توفر الاستقلاليه الذاتيه ديالها. اذا بركه من هذه التفاهات.
إذا بركة من هاد من هاد الشوهة. أنا عندي واحد المقترح، يحجبوا هاد القنوات. ما معنى الحجب ديال هاد القنوات؟ يعني يحيدوهم، ما بقيناش بغينا هاد القنوات، بغينا المسؤولين والمؤسسات والدولة تحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، وتواجه هذه التفاهات وتحارب هذه التفاهات، ويكون سندي القوانين في هذا الاتجاه، باش أي محتوى تافه كيضرب في الطفولة، كيضرب في المرأة، كيضرب كي يحاول يروج للكراهية، الحقد، التعصب، الانحلال، قيم سلبية، نحاولوا أننا نحبسوه عند حده، ونحاولوا أننا نوقفوه.